بسم الله الرحمن الرحيم. النوع الأول من أنواع الكليبر سيركتس اللي هو الإمباي سيريز كليبر سيركت. طيب خلي أخذ مجموعة أمثلة وأشرح هذا النوع حتى تكون واضحة بالنسبة للطالب. أولا كلمة إمبايز نقصد بها طبعا لكل دوائر الكليبرز أنه الدائرة لا تحتوي على مصدر دي سي موجود بالدائرة. يعني هذه الدائرة اللي عندي عبارة عن دايود وعندي اللود، هذه هي الريسيستنس لود، مقاومة الحمل. زين، فبالتالي الدائرة تحتوي فقط على فولتيت إدخال، هي عبارة عن ويف فورم سيجنال، لا تحتوي على دي سي سيركت، إذا هذه الدائرة هي امبايزد كليبر سيركت. نقطة ثانية، توالي الدايود مربوط بالتوالي مع مقاومة الحمل. أوكي، هسا مطلب السؤال إنه أوجد الفي أوت للدائرة المبينة بالشكل. طيب الموجة اللي موجودة عندي هسا اللي هنا، موجة إدخال هي عبارة عن 20 فولت ضمن الفترة من 0 إلى تي على 2، وبعدين من تي على 2 الى تي للنصف الثاني من الموجة عندي ناقص 5 فولت. خلي ارسم، طبعا يفضل ان ترسم الاوتبوت مالتك مع يعني مع الانبوت الاثنيناتهم سوا حتى تكون الصورة واضحة بالنسبة لك. اوكي، خلي ابدي هسه اخذ الجزء الاول. نقول اولا الحالة اي فور تي اكبر او تساوي صفر اقل او تساوي انها كابيتال تي على 2، يعني الجزء الاول الموجة اللي داخله هي شنو؟ الـ VN راح تكون هي عبارة عن هذا الجزء اللي هو من 0 إلى 20 فولت. زين؟ فإذا كان مقدار قيمة الـ VN بهذا الشكل، قطبية المسلطة للفولت هي أولاً هي موجبة مسلطة على الدايود. زين؟ فبالتالي الدايود مالتي راح يكون في حالة انحياز أمامي، ذاكر لي هو أنه هذا ايديال، إذا راح أعوض عنه بشورت سيركت. إذا صار هو عبارة عن الدايود شورت سيركت، إذا كل الفولتية اللي داخلة راح تكون وين موجودة على المقاومة، وبالتالي راح يكون عندي هنا أنه مقدار قيمة الـ Vout تساوي الـ Vin. زين، هذا الجزء الأول، ويساوي لي 20 فولت اللي هو هذا المقدار. الجزء الثاني ب للفترة عندما تكون T أكبر أو تساوي أن T على 2 أقل أو تساوي أن كابيتال T. زين، الفولتية اللي موجودة عندي هنا ايش راح تكون عندنا؟ هو الجزء السالب. إذا كان الجزء السالب هذه الفولتية مسلطة على الدايود راح تخلي لي في حالة انحياز عكسي، وبما أنه ايديال إذا راح أعوض عنه بأوبن سيركت، وإذا صار عندي أوبن سيركت مقدار التيار اللي مال صفر، وبالتالي مقدار الفولتية اللي موجودة على المقاومة راح تكون عندي صفر، إذا راح يكون عندنا مقدار قيمة الفي أوت يساوي لي صفر فولت. طيب هسا خلي أرسم شكل الموجة، يعني خلي أنزل هذه النقاط بهذا الشكل، أرسم شكل الموجة اللي عندنا. للفترة من 0 إلى تي على 2 راح يكون عندي 20 فولت بهذا الشكل، 20 فولت هذه 20، بعدها راح يكون عندي 0، وطبعا تستمر للموجة الثانية، إذا كان عندي موجة ثانية تستمر بهذا الشكل بهذا الترتيب بهذا الشكل. أوكي، هذه تي على 2، هذه تي، هذه 3 تي على 2، هذه 2 تي. أوكي، طيب هسه لو طلب من عندي حدد النوع مالته موجب بوزيتيف أو نيجاتيف كليبر سيركت، زين خلي احدد اي جزء هو تم حذفه. هذه الدائره حذفت لي الجزء السالب من موجه الادخال، فبالتالي هو عباره عن نيجاتيف امبايز سيريز كليبر سيركت. طيب خلي اخذ مثال ثاني حتى تكون بعد الصوره اوضح بالنسبه للطالب. المثال الثاني هسه اللي عندنا اللي هنا للدائره مبينه بالشكل، ارسم شكل موجه الاخراج للدائره. الادخال اللي عندي هو عباره عن ساين ويف، الموجة عندي الجزء الأول هو من 0 إلى تي على 2، نصف الأول مقداره 20 فولت، الماكسيمم الثاني السالب مقداره ناقص 20 فولت. طيب خلينا ناخذ هسه جزء جزء. أولا بالنسبة للجزء الأول، للجزء الأول إذا كانت الموجة الداخلة هي جزء الموجة، إذا كان الجزء الداخل هو الموجة راح يكون التيار اللي مار بهذا الشكل راح يخلي لي هذا الدايود في حالة انحياز عكسي، فراح أعوض عنه بأوبن سيركت، وبالتالي مقدار قيمة التيار اللي واصل للمقاومة صفر، فبالتالي مقدار قيمة الفولتية تساوي صفر. إذا الجزء الأول مقدار قيمة الفي أوت يساوي صفر، هذه للفترة اللي هي منه من صفر إلى تي على 2. أوكي، عندما تكون تي أكبر تساوي صفر أقل أو تساوي تي على 2. طيب انتقل للجزء الثاني. الجزء الثاني للفترة من تي على 2 إلى تي، الإشارة اللي داخلة عندي هي سالبة، راح تخلي لي هذا الدايود في حاله انحياز امامي، وبما انه في حاله انحياز امامي ما اشير لي بانه سيليكون، راح اعوض عنه بفولتيه مقدارها 0.7 فولت حتى يشتغل، يسحب لي مقدار فولتيه 0.7 فولت. اذا انا راح ارفع هذا الدايود واعوض عنه بمصدر فولتيه مقداره بهذا الشكل، راح اخلي لي مصدر فولتيه مقداره 0.7 فولت بهذا الشكل. اوكي،
زين، بس انتبه وياي هنا على نقطة مهمة، انه آلية التحليل كيف راح تكون؟ هذا الطرف السالب هذا الطرف الموجب، لانه الجزء السالب اللي هو داخل، يعني حركة التيار راح تكون بهذا الشكل، حركة التيار راح تكون بهذا الشكل. اوكي، اذا كان بهذا الترتيب خلي اخذ هسه قانون كيرشوف للفولتيات اللي هنا واتحرك بهذا الاتجاه حتى احسب مقدار قيمة الفولتيات، ايش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي زائد باعتبار هذه هي الفي ان، حركتها هالشكل، اذا زائد في ان. اوكي، هذه الفولتيه هو مؤشر لي اياها بالرسم هالشكل اللي يريدها، انا جاي اتحرك وياها بهذا الشكل، يعني نفس الكلام. اوكي، يعني دارك اذا يصير عندي زائد في ان، التيار اللي هالشكل هو التيار جاي يتحرك بهذا الاتجاه، اذا فولتيته معاكسه. زين، راح يكون عندي ناقص الفي اوت. زين، مصدر الفولتيه هذا 0.7 بنفس الاتجاه، راح يكون عندي زائد 0.7 تساوي صفر. من هذه المعادله راح يكون عندي مقدار قيمه الفي اوت يساوي هو عباره عن مقدار قيمه الفي ان زائد 0.7. زين، فاذا اخذ مقدار قيمه الفي ان باعتبار انه مقدار قيمه الفي ان هي عباره عن تساوي لي ناقص 20 زائد 0.7، فالنتيجه هي سالب 19.3 فولت. اوكي، خلي هسه احاول ارسم شكل الموجه. زين، ارسم شكل الموجه باعتبار انه وياها حتى تكون افضل. هذه تي، انها مقدار قيمه الفي اوت. اوكي، زين، خلي اخذ هذه الفتره وهذه الفتره. زين، خلي انتبه على نقطه اللي سنين هنا. احيانا حتى وان كان مقدار قيمه الفولتيه المسلطه على الدايود بنفس القطبيه، لكن اذا كان مقدار قيمه الفولتيه اللي عندي، اذا كانت الفولتيه المسلطه اقل من فولتيه الانهيار البريك داون فولتج اللي هنا 0.7، يعني قد تكون الفولتيه المسلطه بالقطبيه صحيحه لكن قيمتها اقل من مقدار قيمه فولتيه الانهيار، فبالتالي هذا حيخلي الدايود محيز اماميا لكن فولتيته اقل، فبالتالي راح يكون في حاله اوف، وبالتالي راح يكون عندي مساوي الى مقدار قيمه شنو، يعني جاي يصير عندي قيمه القطع. يعني خليني اصور لك انه هذه تمثل مقدار قيمه الفولتيه الناقص 0.7. هذا الجزء من هذه النقطه لهذه النقطه، زين، الفولتيه المسلطه على الدايود صحيح هي سالبه، بمعنى تخليه هو بالقطبيه الصحيحه، ولكن لانه هذا الجزء اقل من مقدار قيمه ال 0.7 فولت اللي لازمه حتى اشغله، فما راح يشتغل، فبالتالي راح يصير عندي عمليه قطع. بمعنى انه ايش راح يصير عندي اللي هنا هسه، المنطقه اللي راح يصير بيها عمليه توصيل هي من هذه النقطه ومن هذه النقطه. زين، فمن اجي ارسم هسه اللي هنا أنا، يعني خلي ارسم الشكل مالتي، ايش راح يكون؟ هذه النقطة هي اللي راح يكون بها، يعني من هذه المنطقة إلى أن أوصل لهذه النقطة كلها زيرو، ما عندي أوتبوت. زين، على الرغم أنه هي هذا صح الفترة، هذه المنطقة، زين، على الرغم أنه القطبية مالتها سالبة وتخلي لي الدايود بقطبية يعني مسلطة عليه بالشكل الصحيح، لكن لأنه قيمتها أقل من فولتية الانهيار مالته فما راح يشتغل. إذا راح يكون عندي الفولتية مالته بهذا الشكل، بعدها راح يصير عندي عملية توصيل بهذا الترتيب، زين، بهذا الشكل. هذه الفولتية اللي هنا راح تكون قيمتها ناقص 19.3. إذا الأوتبوت مالتي لهذا النوع راح يكون بهذا الشكل. انتبه على نقطة أساسية، أنه دائما انتبه أنه مقدار قيمة الفولتية المسلطة لازم تكون بالقطبية الصحيحة. ثانيا، إذا حدد لي نوع السيليكون، يعني سيليكون يعني بمعنى أنه لازم أعوض عنه مصدر فولتية 0.7 أو هو يسحب مقداره 0.7 فولت حتى يشتغل، إذا كان جرمانيوم لـ 0.3، فمن أجي هنا أرسم الدائرة مالتي أحدد مقدار قيمة الفولتية اللي عندي، هذا الجزء كله ما راح يخلي لي الدايود في حالة أوف، هذه يخلي لي الدايود في حالة أوف، حتى وإن كان القطبية المسلطة هي القطبية الصحيحة، لكن أقل من مقدار قيمة فولتية البريك داون بالنسبة للدايود فما راح يشتغل. إذا من أجي سأرسم، راح أرسم ضمن هذه الفترة اللي راح يشتغل بها من هذه النقطة اللي تكون بها الفولتية مساوية أو أكبر، زين، وأرسم بهذا الترتيب. إذا صار عندي واضح هسه اللي هنا هذا النوع، أنه أولاً إمبايز لأنه لا يوجد مصدر دي سي بالدائرة، بالتوالي لأنه الدايود اللي عندي مربوط بالتوالي مع مقاومة الحمل مع اللود ريسيستنس. زين، خلي أحدد النوع مالته بوزيتيف أور نيجاتيف، أحدد الجزء اللي تم قطعه، بما أنه الجزء اللي تم قطعه هو الجزء الموجب، إذا هذا النوع هو عبارة عن بوزيتيف إمبايز سيريز كليبر سيركت. إذا صار عندي واضح حسب مبدأ التحليل خطوات اللي راح اشتغل عليها، اولا اخذ الموجه جزء جزء، احدد الاخراج لكل جزء، وبعدين احاول ارسم الشكل العام او الشكل الكلي للموجه،
واحسب الحسابات، اخذ بنظر الاعتبار هل الدايود المطينية مثالي او عملي. حتى اذا كان دايود نسميه فولتج او بريك داون فولتج، يسحب جزء من فولتيته اللي هي 0.7 او 0.3 حسب نوعه، واحسب الحسابات مالتي واستخرج مقدار قيمه الاوتبوت فولتج.